السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم معلمي وموجهي التعليم الفني بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات المهنية Technical Education 2.0. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من منظومة الجدارات المهنية لبرامج التعليم الفني الجديدة. معكم الدكتور السيد حامد، خبير المناهج ومدير وحدة الجودة بقطاع التعليم الفني بديوان عام الوزارة. اتكلمنا في الحلقة الأولى عن مفاهيم الجدارات الخاصة بالإطار العام لوحدات الجدارات، واتكلمنا مكونات البرنامج الدراسي وإزاي أقدر أنفذ خطة التدريس خطة الدرس وفق منهجية الجدارات. إن شاء الله النهاردة عندنا 4 أهداف رئيسة هنتكلم فيها بعنوان حلقة النهاردة، اللي هي التقييم المبني على منهجية الجدارات وتصميم أدواته، سواء كان دليل التساؤل أو دليل الأداء أو دليل المنتج. نبدأ على بركة الله، أهلا بيكم. هنتكلم عن إزاي أقدر أول حاجة أميز بين المفاهيم الرئيسية المتعلقة بأعمال التقييم. تاني حاجة تصميم نموذج لدليل الأداء اللي هو بطاقة الملاحظة، إزاي أقدر أصمم بطاقة ملاحظة طبعا في كل مجال تخصصه وفقا للمعايير العلمية، إزاي أقدر أصمم نموذج لدليل منتج بطاقة فحص منتج، إزاي أقدر أصمم نموذج لدليل تساؤل اللي هو الاختبار التحريري. دول 4 أهداف رئيسة هنتكلم فيها في حلقة النهاردة بإذن الله. أول حاجة هخش عليها اللي هي المفاهيم المتعلقة بقى بإيه؟ بالتقييم. طبعا في المفاهيم دي هنسمع عن مخرجات التعلم، معايير الأداء، هنتكلم عن التقييم المبني على الجدارات، المنهج المبني على الجدارات، ضمان الجودة، التحقق. دي كلها مفاهيم متعلقة بأعمال التقييم. المفاهيم ديت اهي زي متطلبات الادله، التقييم، المقيم، يعني ايه وحده مكمله، يعني ايه ضمان الجوده، يعني ايه مهمه، يعني ايه معايير التاهل، يعني ايه مؤهل، ملف انجاز، يعني ايه برنامج. دي كلها مفاهيم انا كمقيم في منظومه الجدارات المهنيه، طبعا المقيم ده اللي هو المعلم نفسه، لانه اللي بيقوم بعمليه التدريس هو نفسه اللي هيقوم بعمليه التقييم، واللي هيقوم في واحد شخص تاني هيقوم بعملية التحقق الداخلي، وده هتكلم في الحلقات الجاية إن شاء الله، وفي شخص رابع خالص هيقوم بعملية التحقق الخارجي، وفي شخص خالص من خارج المنظومة اللي هو المقيم النهائي من رجال سوق العمل. فالمفاهيم دي أنا حابب يعني الناس اللي موجودة قدامي دلوقتي زملائي الأفاضل، هل حضراتكم في زملاء عارفين المعايير دي وخدوها، وفي زملاء برضو لسه عاوز حابين ان هم يعرفوا، فانا حابب ان احنا بنبدا من تحت خالص ونعرف ايه هي المفاهيم دي. انا هعمل قائمه كده ب او نموذج بالمفاهيم. اول حاجه مفهوم مجموعه من الادله، انا بس هسال حضراتكم كده وحابب اسمع منكم، مجموعه من الادله بتوضح مخرجات العمل التي تم جمعها من قبل متعلم متدرب خلال فترة زمنية. دي من المصادر. الأدلة دي بنسميها إيه بقى؟ دي احنا بنسميها اللي هي ملف الإنجاز. برافو عليك. طيب المحتوى والمواد التعليمية والإرشادات التي تساعد المعلم، طبعا هنا أنا بقول معلم أو مدرب، على شرح وتقويم الوحدة، دي اسمها إيه؟ دي اسمها المواد الداعمة. جميل. طيب في مفهوم كمان، مجموعة المناهج الدراسية لمدرسة والذي يتضمن كل المواد التعليمية والتدريبية والتقييمية، دي سواء للدراسة بـ3 سنين أو 5 سنين، ده بنسميه البرنامج. يبقى البرنامج عبارة عن مجموعة المناهج الدراسية، دي البرنامج بيتضمن كل المواد التعليمية والتدريبية. طيب لو في مفهوم عملية إصدار الأحكام على الأدلة التي تم جمعها بشأن ما إذا قد تم تحقيق الجدارة أم لا، دي اسمها أو اسمه التقييم المبني على الجدارات. في حاجة كمان احنا خدناها قبل كده، مستوى الأداء المطلوب لتحقيق ناتج التعلم اللي هو معيار الأداء. طيب التطبيق الواضح للمعارف والمهارات والاتجاهات، دي الجدارة، دي احنا حفظناها خلاص بقى.
طيب هي وحدة من وحدات البرنامج مطلوب اكتسابها، بس هي لا تشكل جزء من مقرر داخل البرنامج ويجب تقييمها، دي اسمها الوحدة الداعمة. لأن عندي في وحدات رئيسة وفي وحدات داعمة، الوحدة الداعمة دي بتكون وحدة من وحدات البرنامج بس ما بتشكلش جزء من الايه؟ من المقرر. جملة بتخبر الطلاب اللي هو مخرج التعلم، ده عبارة عن جملة الطلاب بشكل دقيق. عندي هنا متطلبات الأدلة، دي وصف لما يجب على الطلاب تقديمه لإثبات إنهم حققوا مخرج التعلم وإنهم إيه جادرين، دي بنسميها متطلبات الأدلة. المنهج المبني بقى على الجدارة، ده منهج يركز على ما يتوقع من المتعلمين القيام به، فهو يركز على المتعلم ويتكيف مع الاحتياجات. المقيم ده بيكون معلم أو مدرب معتمد لتقييم جدارات الطالب أو المتدرب. ملف الإنجاز طبعا احنا عرفناه قبل كده. في نموذج به من ضمن النماذج، أحد الموظفين المعنيين من المعينين من قبل مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني عشان يتأكد من المقيمين يطبقون معايير التقييم بشكل موحد ومتسق، اسمه المحقق الداخلي اللي هو الانترنال فيريفاير، اللي هو المحقق الداخلي اللي هو ده بيكون القطاع بيرشحه بعد ما بيتم تدريبه واختياره، ده عشان يروح يتأكد او يتحقق من المقيمين بيطبقوا معايير الأداء، ده اللي بنسميه اللي احنا الانترنال فيريفاير او المحقق الداخلي. طيب المهمة دي جزء او مرحلة من العمل داخل مهمة داخل مهنة معينة. طبعا المحقق الخارجي او اللي هو الاكسترنال فيريفاير ده برضو شخص بيتم ترشيحه من قبل قطاع التعليم الفني بعد ما بيتم تدريبه واعداده بالشكل الصحيح، ده بينزل عشان يروح يتاكد من قرارات التقييم صحيحه ومتسقه مع معايير الاداء، ودي ان شاء الله في الحلقات الجايه هنتكلم عنه بالتفصيل، ادواره ومسؤولياته وطرق ترشيحه ازاي. فتابعونا ان شاء الله في الحلقات الجايه هنبدا نتكلم عن الانترنال فيريفاير والاكسترنال فيريفاير اللي هم المحقق الداخلي والمحقق الخارجي وبيشتغلوا ازاي. حاجه كمان اللي هي التحقق اللي هي الفيريفيكيشن، دي عمليه التاكد من الحفاظ على انظمه التقييم، لان الجوده هنا يا جماعه عمليات الفيريفيكيشن دي جزء من ضمان الجوده، لان الجوده اللي يثبت ان الطالب ده كان جدير او غير جدير اللي هي العمليات اللي هي الايه التحقق، دي عمليه التحقق اللي هي بتقول لي ان اعمال التقييم تمت بشكل موحد ومتسق مع معايير الاداء، دي بنسميها الفيريفيكيشن او التحقق، وهنتكلم عنه في الحلقات الجايه. عندي المقرر مفهومه أحد مكونات البرنامج الدراسي وبيحتوي على وحدتين أو أكثر، يبقى المقرر عندي ده جزء من البرنامج أو مكون من مكونات البرنامج الدراسي بيحتوي على وحدتين أو أكثر، كل وحدتين أو أكثر دول بنسميهم مقرر. في حاجة اسمها معايير التأهل، دي وصف الحد الأدنى من متطلبات أو المعايير الأداء اللازمة لأداء مهنة لأداء مهمة معينة بنجاح. ضمان الجودة دي العملية المنهجية بقى الخاصة بتحديد ما إذا كان المنتج أو الخدمة يفي بمتطلبات محددة. وآخر حاجة المؤهل، دي بقى المؤهل الشهادة اللي هو بيحصل عليها الطالب أو في الآخر بعد اجتياز البرنامج الدراسي. دي باختصار أهم المفاهيم المتعلقة بعمليات التقييم، كان لازم أنوه عنها في الأول خالص، ودي موجودة في لائحة التقييم والتحقق المعتمدة من الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم. هتلاقي أول حاجة فيها اللي هي الكونسبت الخاصة أو المصطلحات اللي خاصة بأعمال التقييم والتحقق، ودي لازم اللائحة كلنا ندرسها ونذاكرها، وأنا على قد ما بقدر أنا إن شاء الله خلال العرض البرزنتيشن بتاعي أنا هتلاقيني عارض كل أعمال التقييم في ضوء لائحة التقييم والتحقق وفقا لكل مادة من المواد اللي بتتضمنها لائحة التقييم والتحقق. الحاجة دلوقتي عاوز أعرف بقى أفرق بين التقييم التقليدي والتقييم المبني على منهجية الجدارات.
احنا كلنا عارفين التقييم التقليدي ان الولد بيتم بشكل جماعي، او لو بيتم بشكل فردي دي لو كان شفوي وبس، ليه وقت معين في نهاية السنة، في الترم الاولاني وفي الترم الثاني، وفق شروط وظروف محددة. ده بالنسبة للتقييم التقليدي. لو جيت بصيت هنا دلوقتي، انا عاوز بقى اقدر افرق بين التقييم التقليدي والتقييم القائم على منهجية الجدارات. التقييم اللي خاص بمنهجية الجدارات دي بنسميه التقييم التكويني، يعني هو عملية تقييم مستمر. يعني المخرج اللي انا بيتم تدريسه، بيتم الانتهاء من تدريسه، بيتم عملية ايه؟ عملية تقييم ليه. يبقى اذا عملية التقييم هنا بيتم عن المبني على الجدارات، اسمه التقييم التكويني. زي ما انتوا حضراتكم شايفين قدامي دلوقتي، ده يعني مصطلحين مهمين جدا، التقييم التكويني والتقويم النهائي. التقويم التكويني ده تقييم يتم اثناء تدريس الوحده، ده بغرض ايه؟ تزويد المعلم والطالب بمعلومات حول مدى التقدم. ده بيعرف ان عرفني هل الطالب احرز تقدم في الانجاز الجداره او الحاجات اللي بيدرسها ولا لا. يبقى هنا الهدف الاساسي متابعه تقدم الطلاب وتقديم تغذيه راجعه لهم تساعدهم على التقدم في دراسه الايه؟ الوحده. طيب انا بقى بعد ما عملت متابعه وتقييم، عاوز بقى عمليه التقويم النهائي. وده قلنا التقويم النهائي ده هيكون في اخر سنه خالص، في سنه الدبلوم، وهيكون بيتم من خلال رجال الصناعه او رجال سوق العمل. وان شاء الله هنحدد حلقه كامله باذن الله عن التقويم النهائي لرجال سوق العمل، وازاي هيتم عمليه التقويم، وهيحصل الطالب على الدرجات ازاي، والحاجات دي كلها ان شاء الله هيكون ليها حلقه لوحدها خاصه باعمال التقويم النهائي. فهنا كنت حابب هنا اوضح بين التقويم التكويني، الفرق بين التقويم التكويني والتقويم النهائي. التكويني دوت بيعرفني مدى تقدم الطالب في انجاز الجداره، والتقويم النهائي دوت عمليه اصدار بقى حكم بقى نهائي، هل الطالب ده جدير او غير جدير. هنا في حاجه كمان لازم نشير ليها في عمليات التقويم. عندما يشعر الطالب انه قد تمكن من الجداره اللي هي بتتضمنها الوحده، يتقدم من ايه؟ للتقييم. فده يعني ايه بقى؟ ان هو بيختلف عن موعد التقييم من طالب لطالب اخر. هنا الطلبه كلهم، لو في طالب عنده حاسس ان هو فعلا متمكن من الجداره، بيخش الى ايه؟ عمليه تقييم. يعني ممكن هنا الطالب، معنى الكلام هنا ممكن الطالب التقويم يتم بشكل ايه؟ من طالب بميعاد مختلف عن طالب تاني، بشكل فردي. يغطي التقييم الجدارة ككل. هنا بالنسبة للتقييم شامل بقى المعارف وشامل المهارة. هنا يعني ممكن الطالب لو هو شايف نفسه ان هو جدير بيخش على عملية التقييم. الطالب التقييم بيتم ازاي؟ شامل كله، كان ليها للمعرفة وللمهارة. نتيجة التقييم بالنسبة للطالب لإما جدير او غير جدير بعد. يعني هنا يعني ما ينفعش مثلا الطالب هنا نقول مثلا 55% ولا 60%، لا، اما الطالب هنا جدير او غير جدير بعد. وطبعا هنتكلم عن الطالب مثلا اللي هو بيتقدم للتقييم، طرق التقدم ازاي، وشروط اللي هو الانتقال من مرحله لمرحله تانية، وامتى يتم اعاده التقييم. الكلام ده كله هنتكلم عنه في الشرائح اللي جايه اللي خاصه بلائحه التقييم والتحقق، وهل ليه فرص ولا لا. التقييم بقى القائم على الجدارة ده بيقيس ايه؟ بيقيس اداء الفرد في مقابل معايير محددة. يعني احنا اما اتكلمنا عن مكونات البرنامج، اتكلمنا عن، قلنا في مخرج التعلم، قلنا كان في معايير اللي هي الاداء. انا لما اجي هقيم الطالب هقيمه في ضوء معايير الاداء. طبعا بيتم هنا التقييم على اساس الاداء مقارنة، وليس إلى إيه؟ مستوى أداء الأفراد الآخرين. يعني بقيمه في ضوء الأداء الفعلي للطالب. لازم هنا التقييم بتاعي ليه مصداقية، يجب تكون صادقة، ولازم تكون ثابتة، ولازم تكون قابلة للتطبيق. يبقى هنا عشان تكون القرارات التقييم ضروري، لازم تكون في ثلاث حاجات أو ثلاث عناصر رئيسة. لازم يكون التقييم ده صادق، ولازم يكون ثابت، ولازم يكون
قابل للتطبيق. طيب يعني ايه التطبيق التقييم يكون صادق؟ اول حاجه يعني التقييم ده صادق، يعني هل فعلا التقييم بيقيم في ضوء ما وضع لاجله ولا بعيد؟ يعني معنى كلام ايه، لازم يكون التقييم في ضوء معايير الاداء، يعني مش كل المعيار الاداء ما يكونش في حاجه واجي اقيم في حاجه تانية، زي ما يكون في التقييم التقليدي اما كنت باجي احط السؤال لازم يكون في ضوء الهدف اللي انا بكون كاتبه فوق، لازم يكون في ارتباط وثيق بين التقييم وبين الايه نواتج التعلم. يبقى ده في الحاله دي يبقى اذا التقييم ايه صادق. تاني حاجه يعني مثلا لو انا هقيم تقييم عملي يبقى لازم هقيم هنا ايه مهارات عمليه، يعني يعني مثلا الطالب الولد انا عاوز اختبره ان هو فعلا شغال في شحن وتفريغ دايره التبريد، يبقى اذا هنا ما ينفعش ايه عاوز يعني اختبره عملي، يبقى لازم يكون هنا الاختبار يكون ايه بشكل عملي، ما ينفعش ان اتكلم بشكل نظري. التقييم ثابت بقى ده يعني معنى الكلام ايه؟ يعني ايه التقييم ثابت؟ امكانية الاعتماد هي مقياس لدرجة الاتساق، يعني انا مثلا جيت طبقت التقييم دوت على الطلبة وجيت طبقته كمان مرة بعدها يبقى لازم تكون هو في عملية اتساق بين الايه؟ او ثابت من حيث الايه الدرجات. يعني ده بنسميه اللي هو التقييم الثابت، لو انا جيت طبقته مرتين يكون الدرجات بتاعته ثابتة، ده اسمه ايه؟ ده مقياس لدرجة الاتساق التي يتم بها الحكم على إجابات الايه الطالب. التقييم القابل للتطبيق دي تقييمات يمكن إجراءها بكفاءة وفعالية، يعني هنا من خلال ثلاث أسئلة مهمة، هل التقييم ميسور فعلا؟ يعني ايه التقييم ميسور؟ يعني مثلا أنا هقيم الأولاد في التعليم الزراعي على مثلا موسم الزيتون أو حاجة خاصة بشجر الزيتون، ما ينفعش أنا أقيم الولد في موسم غير الموسم ده، يبقى إذن هنا التقييم ده غير قابل. تاني حاجة أنا لو أنا هقيم الطالب على إن هو ينجز مثلا أسطح أو دهانات والجو مش ملائم، يبقى إذن التقييم ده غير قابل للتطبيق. هل الوقت متاح وكافي؟ هل الموارد متاحة؟ يعني مثلا انا هقيمه الطالب دوت على مثلا صناعه المربى في تعليم الزراعه قسم مثلا فني تصنيع غذائي، هل فعلا المواد متاحه اللي هو يشتغل بيها؟ او مثلا هقيم الولد ان هو طريقه عمل مثلا شوربه عدس، هل فعلا الخامات دي موجوده ومتاحه للطالب؟ يبقى اذا لو الحاجات دي مش موجوده اذا التقييم ده يعني فقد مصداقيه من مصداقيته اللي هو ان هو غير قابل ل التطبيق. انواع ادله التعلم طبعا اتكلمنا فيها في الحلقه اللي فاتت، وقلنا اللي هي عندي في دليل اداء وفي دليل منتج وفي دليل تساؤل. طبعا دليل الاداء ده بيتم قياسه عن طريق بطاقه ملاحظه، ودليل المنتج اللي عندي المنتج ده ممكن يكون ترابيزه، ممكن يكون سطح دهان، ممكن يكون علبه مربى، ممكن يكون شحن تفريغ يعني لتلاجة منزلية، ده كلها بنسميها منتج، حاجة احنا بننتجها في النهائي في الشكل النهائي لتنفيذ الجدارة. دليل التساؤل عندي دول قلنا عبارة عن بقيسه باختبار شفوي اختبار تحريري. انا حابب بس الشريحة دي عشان هنتكلم عن تصميم كل اداة من الاداة اللي بتدعم اللي هي تدعم ادلة التعلم. طبعا دي مخرجات التعلم اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. هنيجي اول جزء اللي هو اهم جزء عندي اللي هو دليل الاداء. طبعا عشان الجدارة قلنا ان هي بتركز على المهارة وقدرة الطالب على اثبات تطبيق معارفه ومهارته، فلازم يكون عندي دليل هنا، دليل هو دليل الاداء لازم احصل عليه او هيتم الحصول عليه من خلال ملاحظة اداء الطالب، ان انا هشوف بعيني الطالب وهو بيبدا يمارس عملي عن طريق مجموعه من هدون الملاحظات عن طريق بطاقه اسمها بطاقه الملاحظه، دي بيتم تدوين فيها البيانات المهارات اللي عملها نفذها الطالب في خطوات محدده، دي اسمها اداء بطاقه الملاحظه.
هي موجودة عندك في الواحد عادي، هتلاقيها موجودة، بس احنا كمعلمين في مدارس الجدارة محتاجين بعد كده ان شاء الله احنا اللي نبدأ نصمم بطاقة الملاحظة، فيعرف يعني ايه بطاقة ملاحظة ديت، تكون من ايه وايه شروط تصميمها، فديت ضرورية ومهمة. ازاي اقدر عملية تصميم ادوات زي ما احنا قلنا في عنوان الحلقة، تصميم الادوات دعم الادلة التعلم بطاقة الملاحظة والاختبار التحريري وبطاقة فحص المنتج. الدليل ده دليل اداء قلنا بتدعمه بطاقة الملاحظة، دي البطاقة دي بتكون خاصة بالمقيم، دي بتتضمن ايه بقى؟ تتضمن معايير الاداء والخطوات المهمة التي يجب بتغطي جميع اركان المهم. مثلا لو انا عندي هنا جدارة مثلا بيناسبها دليل اداء ايه؟ يجهز الادوات والمعدات الخاصه. هنا هتكون في بطاقه الملاحظه دي بقى الخطوات اللي هيبدا فيها الولد يجهز فيها الادوات، هل جهزها بطريقه صحيحه، هل اختارها، هل هترتبها، هل دي هتكون مجموعه من الخطوات اللي هتكتب في بطاقه الملاحظه. ينفذ اجراءات الصحه والسلامه المهنيه، دي دليل اداء، هل فعلا لبس السيفتي بتاعه، وهل لبسه بشكل مرتب، الكلافز بتاعه لبسه، النضارة الواقية لو كان هيلحم حاجة، الخوذة دي كلها. طب ايه اللي هيثبت الكلام ده؟ ان هشوف هلاحظ الكلام ده بعيني عن طريق بطاقة الملاحظة، عشان بعد كده ادي للولد ان هو نفذ، شفته انا بعيني ان هو نفذ المرحلة الاولى او الخطوة الاولى، بديله ان هو جدير فيها، وابدأ احسب في الاخر كده الخطوات بتاعتي، في الاخر بقول ان الولد فعلا ده جدير او غير جدير. طيب نشاط مهم جدا اللي هو ازاي اقدر اعد بطاقة الملاحظة. اول حاجة لازم اللي هي بنود البطاقة دي تكون مشتقة من معايير الاداء الخاصة بمخرج التعلم، لازم بتغطي كل الخطوات المهمة في العمل المطلوب تنفيذه، لازم بتكون قدرة المقيم على ملاحظة كل بند بعينه لازم تكون موجودة، ان هي بتبدأ في البطاقة بفعل مضارع، كمان ان هي بتضمن البطاقة البيانات الاساسية اللازمة لموضوع الملاحظة، بيانات الطالب، تاريخ الملاحظة والتوقيع، دي شروط مهمة لبطاقة الملاحظة. النموذج اللي قدامي ده نموذج لبطاقة ملاحظة لمخرج تعلم، ان هو مثال اكزامبل كده خدناه في التبريد والتكييف، ان هو ايه مخرج تعلم يجري، ان هو الطالب يعني قادرا على ان يجري الصيانة اللازمة للدواء الميكانيكية للثلاجات المنزلية العادية والديفروست. طبعا هنا بنود الملاحظة اول حاجة في شكل البطاقة عندي المسلسل بنود الملاحظة، وفي علامة اللي هو الاجتاز اللي هي علامة الصح او الاجتاز. اول حاجة يجهز العدد والادوات اللازمة لعملية الصيانة وفقا لاجراءات الصيانة المطلوبة، دي كلها اللي هي اللي قلنا تكون مرتبطة اللي هي معايير الاداء، هل اجتازها ولا لا، بيتحقق من وجود تهوية كافية، بينظف المكثف من الأتربة، ينظف، دي الخطوات ايه اللي هو عاملها في الاخر. بعد ما بيتم الثمان مراحل دول او الثمان خطوات دول فعلا لو تمهم، دي بيتم عن طريق الملاحظة المباشرة. طبعا فوق بيكون اسم الطالب والكود الطالب، تحت بيكون في توقيع المقيم وبيكون معاه المحقق الداخلي وكل واحد ايه التاريخ بتاعه. دي شكل بطاقة ملاحظة. وهناخد واحد تاني كنا عايزين اللي خاصة بتصميم اللي هو خاص بدليل المنتج. يعني احنا هنا بدأنا ببطاقة الملاحظة خلصناها، هنخش على بطاقة فحص المنتج. دلوقتي انا اشتغلت عملت طبق شوربة، دي لو مثلا لو فني طهي، اللي عاوز اعرف المواصفات الطبق ده، هل الملح بتاعه زياده، هل الملح بتاعه قليل، هل الطعم، الشكل، الاشكال ديت، لو انا حبيت اعمل برضو في برنامج مثلا فني الصناعات الغذائيه عامل مثلا منتج زبادي، هل فعلا هي طبق المواصفات ولا لا، هيكون ليها زي ما انا في بطاقه ملاحظه وانا شفت الطالب وهو بيعدها وبيتم تصويره. بيتم برضو في حاجة اسمها بطاقة الفحص. الزبادي ديت ليه مواصفات من حيث الطعم واللون والريحة، دي كلها اسمها بطاقة فحص الايه المنتج، او لو في قسم نجارة اساس الكرسي اللي عمله الولد هل وفق المواصفات معينة ولا لا. طيب هصمم انا بطاقة الملاحظة بطاقة فحص المنتج ازاي؟
فقبل ما نتكلم على ازاي اصممها لازم اعرف يعني ايه المنتج، دليل المنتج. طبعا لما بتكون جودة او مستوى الشيء اللي بيتم تصنيعه مهمة في تحديد الجدارة، يكون الشيء النهائي ده هو اسمه دليل المنتج. هدعم دليل المنتج ده من خلال حاجة اسمها بطاقة فحص المنتج او بطاقة المراجعة. دي بتقدم بالتفصيل الابعاد الاساسية ومعايير اللمسات النهائية للمنتج. مثال جدارة بيناسبها دليل منتج زي ايه مثلا؟ زي ما قلت اعداد طبق من شوربة العدس، ده مثال. او طبق او مثال تاني بيناسب دليل المنتج اللي هو تنفيذ تكوينات من الخط الروماني، ده في برنامج فني زخرفة وديكور. ده شكل اللي هي بطاقة فحص المنتج. بس عشان أبني البطاقة لازم أحدد الهدف من البطاقة إيه، أحدد الأنشطة الخاصة بتنفيذ المنتج، جمع المعلومات الخاصة بأداء الطلاب أثناء تنفيذ المنتج. طيب إيه هي مواصفات بطاقة فحص المنتج؟ لازم تكون مرتبطة طبعا بمعايير الأداء المراد قياسها. لازم تكون البنود مرتبطة ارتباط مباشرة بالأداء المراد قياسه. لازم العبارات تبدأ بوصف المواصفات المعيارية للمنتج. وده مثلا لو انا عامل منتج مثلا طبق الشوربه، ايه المواصفات المعياريه لطبق شوربه مثلا العدس؟ ان تتسم لعباراتها بالدقه والوضوح، لازم تكون واضحه ودقيقه جدا. لازم تتسم بالثبات، بحيث يعني ايه ثبات؟ قلنا عشان يكون اختبار ثابت، بحيث اذا طبقت على اكثر من فئه تعطي نفس الايه النتيجه زي ما احنا قلنا قبل كده. ان تتسم بالموضوعيه بحيث لا تخضع لأهواء من يقوم بالإيه؟ اللي هو بأهواء المقيم أو اللي هو القيس. طبعا أنا عندي مرفق اللي هو الشكل اللي قدامي دلوقتي اللي هو مرفق رقم 5 لمخرج تعلم، يصلح برضو. احنا زي ما احنا خدنا بطاقة ملاحظة لتصليح أعطال دوار التبريد للثلاجة المنزلية، برضو حبيت إن أنا أحط بطاقة فحص المنتج هيكون شكلها عامل إزاي. تقرير يوضح فيه الطالب الإجراءات الفحوصات اللي هو هيقوم بيها والمكان العمل. في البداية خالص في التايتل خالص بيكون فيه اسم الطالب ايه وكود الطالب اللي هي المواصفات، طبعا اسم العنوان المخرج بيكون مكتوب فوق. بعد كده دي اللي بنسميها البيانات الأساسية. لو جينا بقى بصينا على المكونات اللي خاصة بالبطاقة فحص او اللي هي بالصيانة، اللي هي بيانات فحص العطل او الصيانة، دي بيانات خاصة بالعميل وبيانات خاصة بالطالب، الاسم والرقم القومي والكود، تاريخ الفحص ورقم التليفون، دي بيانات أساسية. اسم الجهاز ايه بقى؟ مثلا جهاز تكييف، وليكن جهاز تكييف شباك، الموديل بتاعه كذا. طيب الطراز بتاعه ايه؟ اللي احنا قلنا عليه اللي هو نوعه الجهاز التكييف ده، او مثلا العربية او السيارة مثلا لو برنامج خاص بالسيارات، او بوردة خاصة بالأجهزة الإلكترونية معينة، ديت بنكتب المواصفات بتاعتها ايه. نتائج الفحص المبدئي بنكتب بعد ما احنا فحصناها، هل فعلا المنتج اللي احنا عملناه ده او الكرسي اللي تم عمله ده بعد ما احنا بنيجي نفحصه، هل فعلا وفق المواصفات معينة، المقاسات ومساحاته وشكله. طبعا دي مثلا لو خاص بالتبريد والتكييف. العطل، اسم القطعة اللي هي الغيار المستبدلة، الولد مثلا لو هيجي بيفك مثلا ثرموستات، القطعه ديت رقمها ايه؟ طب سعرها؟ التكاليف الكليه للخدمه قد ايه؟ طب في توصيات؟ دي اسمها بطاقه فحص عطل او صيانه. في زيها برضو بتكون بطاقه فحص منتج. يعني احنا انا عندي مثلا في التعليم الفني في حاجات احنا بننتجها مثلا زي يقول في اقسام زراعيه، في حاجات خاصه بالاعطال والصيانه، دي بطاقه خاصه بالاعطال والصيانه، وفي بطاقات خاصة بفحص المنتج. طبعا في الآخر خالص بيتكتب اسم المقيم وتوقيعه والمحقق الداخلي والمحقق الخارجي، لأن في النهاية خالص بطاقة فحص المنتج وبطاقة الملاحظة والاختبارات دي كلها بتتحط في ملف الإنجاز الخاص بالطالب، دي اللي احنا بنسميها الأدلة اللي هو دليل الأداء أو دليل المنتج أو دليل التساؤل. دي قائمة فحص
خاصة برضو مثال كده للتعليم التجاري، اسم الطالب، الصف، الفصل، طبعا التاريخ والتوقيع. طبعا دي كلها مثال بسيط لبطاقة فحص ورقة عمل الطالب مثلا. احنا مثلا لو طلبنا من طالب ان هو يعمل مثلا شيت اكسل مثلا معين، انا عاوز افحص اشوف هل الشيت ده وفق مواصفات معينة ولا لا، هيكون فيه البطاقة تشمل مجموعة من المعايير والخطوات اللي فعلا اللي بتثبت ان هل فعلا ان الولد جدير فيها او ايه غير جدير. دي شيت مثال بسيط للتعليم التجاري، زي مثلا الارقام منسقه على خلايا ورقه العمل، البيانات محاذاه بشكل سليم، الخلايا مدمجه بشكل سليم، حجم الخط، حدود الخلايا، دي كلها ايه بتوضح لي ايه اللي هي بطاقه فحص المنتج. لان المنتج لما نيجي نطبع في الاخر الشيت الاكسل ده اللي هي الورقه دي تعتبر منتج الطالب عندي، هل فعلا نسقها بالشكل الصحيح ام بشكل غير صحيح، هل يعني هاجي احكم في الاخر هل هو فعلا جدير ام غير جدير. تالت حاجه اللي هو دليل التساؤل. دليل التساؤل قلنا ده بيعتبر من اهم الادله الموجوده عندي في مجال التعليم الفني، لانه هو بيهتم بمستوى الفهم وبيهتم بمستوى التطبيق. يعني ايه؟ يعني بيحدد لي قدره الطالب على استيعاب ما يتعلمه واستخدامه في مواقف ايه جديده مختلفه. احيانا ممكن يكون دليل الاداء او دليل المنتج لا يكون مناسبا او متاحا لتقييم التعلم للطالب الجدارة، فاحنا ممكن نستخدم دليل تاني اللي هو ايه دليل عبارة عن الاسئلة الشفوية او اسئلة التحريرية، لانها بتركز على تقييم قدرة الطالب على تطبيق المعرفة لا حفظها وتذكرها. هنقول مثلا مثال بيناسب دليل التساؤل، مثلا ايه في مجال السياحة أن يكون الطالب مثلا قادر على أن يحدد مثلا عوامل الجذب في الأماكن السياحية، ده دليل تساؤل. أو يسجل عمليات شراء بيع وبيع البضاعة بدفتر اليومية، ده لو في التعليم التجاري. يبقى هنا أنا عندي عاوز أعمل اختبار تحريري أقدر أقيس بيه دليل التساؤل بتاعي ده، إن هو تحديد عوامل الجذب في الأماكن السياحية. عاوز بقى أشوف أعرف شكل الاختبارات هيكون شكلها عامل إزاي. هنا مثلا تعلم الطالب تحديد عوامل الجذب في الأماكن السياحية من خلال منطقة الأهرامات، دي مثال إن مثلا إن هو يحدد عوامل الجذب في الأماكن السياحية من خلال منطقة الأهرامات. ما ينفعش إن السؤال يأتي فيه عن عوامل الجذب في منطقة الأهرامات مرة أخرى، إنما ممكن أغير بقى في عوامل الجذب في منطقة تانية بقى في الغردقة بقى في شرم الشيخ. يبقى لازم اتكلم في السياحة لازم يكون في عملية تنوع، ما ينفعش انا اكرره. وطبعا انا لما اجي اعيد تقييم الطالب، يعني مثلا الطالب لما اكتسف المخرج ده بعيد صياغته وبعيد السؤال من بشكل تاني، يعني ما ينفعش اكرر نفس هو ايه السؤال هو هو. المثال التاني تعلم الطالب تسجيل عمليات شراء وبيع البضاعة بدفتر يومي من خلال مثال على حالة معينة بأرقام معينة. لا ينبغي أن يأتي السؤال في دليل السؤال بنفس الحالة وبنفس الإيه الأرقام. كذلك برضو اللي يبقى لازم أغير الأرقام الموجودة عندي في التساؤل، وشكل السؤال لازم إيه أغيره، ما ينفعش أكرره بنفس إيه الشكل. طيب تعالوا معانا نشوف إزاي أقدر أعد الاختبارات التحريرية. عشان أبدأ أعد اختبار تحريري لازم في مجموعة من الخصائص. أول حاجة اللي هي الموضوعية. يعني ايه الموضوعية؟ يعني منع التأثيرات الشخصية بالنسبة للحكم على صحة او خطأ إجابة الطالب، يعني ما يكونش في اهواء شخصية من قبل الايه اللي هو وضع القياس اللي هو المقيم على بالنسبة للحكم على صحة او خطأ إجابة الطالب وتقديرها وتفسير نتائجها. تمام، ان هي بتختلف من مصحح لمصحح اخر. لازم يكون في ثبات. يعني ايه ثبات الاختبار؟ يعني انها
ثبات نتيجة الطالب في هذا الاختبار عند تطبيقه مرة أخرى خلال بعد فترة زمنية قصيرة. الاختبار يكون صادق، يعني الاختبار هو الاختبار الذي يقيس الأهداف التي وضع لقياسها بدقة. فمثلا لو وضع الاختبار بهدف تقويم الطلاب في إجراء العمليات الأساسية مثلا للجبر فيجب أو اللي هي مثلا في أي حاجة، فلازم فيجب أن يقل أثر ضعف الطالب في التعبير الرمزي على أدائه في الاختبار. يبقى لازم الاختبار الصادق هو الاختبار الذي يقيس الأهداف التي وضع لقياسها بدقة. لازم برضو يكون الاختبار شامل عندي، بيغطي جميع الجوانب المراد تقويمها. لازم في عملية تمييز، ان هو يكون في عملية يقيس الفروق الفردية بين الطلاب. طبعا ده بالنسبة دي بنتكلم عن خصائص الاختبار التحصيلي بالشكل بشكل عام. دي المواصفات برضو زي ما احنا قلنا، بالاختبار تصف بالاختبار بالصدق والثبات والموضوعية. لازم تكون الأسئلة شاملة، ولا تكون إجابة السؤال مبنية على صحة إجابة السؤال قبله. يعني ما ينفعش ما أجي أبني سؤال ما يكونش يعني الإجابة بتاعته في السؤال قبل كده. ألا تتضمن ورقة الأسئلة إشارات مباشرة وغير مباشرة على إجابات التساؤل. ابتعاد عن الأسئلة فيها التخمين، سهولة التصحيح. الاختبارات عموما في نوعين منها، في اختبارات موضوعية والاختبارات المقالية. الاختبارات الموضوعية دي الأسئلة التي لا مجال فيها لذاتية المقيم، يعني لو قام بتصحيح عدد المقيمين لن يختلفوا في تقييمها. في اختبارات عندي مقالية، دي اللي بيكتب فيها الطالب مقال أو قصير. وده شكل أنواع الاختبارات، الفرق بين الاختبارات المقالية والاختبارات الموضوعية. يبقى الاختبارات المقالية ده يقوم الطالب بتقديم الإجابة مكتوبة. في عندي هنا اختبار مقالي محدد، دي عبارة عن أسئلة قصيرة في الغالب. في اختبار موضوع، دي الاختبار التي لا يختلف اثنان على تصحيحها. يعني مثلا زي الاختبار اللي هي الصح والخطأ، الاختبار الاختيار المتعدد، اللي هي المزوجة، اللي هي ديت ما فيهاش فيها اختلاف من حيث تصحيح مثلا اثنين مقيمين. لما اجي بقى اعمل اختبار الاختيار المتعدد ليه مجموعه من الشروط. ايه هي شروط الاختيار من المتعدد؟ مثلا ما ينفعش اكتب للطالب مثلا في عمليه الاختيارات اختار مما سبق، مثلا اختار يعني لازم يكون في عدد بدائل اكتر من اثنين، ما ينفعش احط له اثنين بس، لازم يكون في اربع بدائل. تجنب برضو عبارات زي ما قلت كل ما سبق، عشوائيات ترتيب البدائل الصحيحه، صيغه النفي، دي كلها وانتوا اساتذه فيها طبعا في عمليه وضع الاختبارات طبعا انتوا اساتذه فيها. هنا مثلا مثال، اختر الاجابه الصحيحه فيما يلي: تحتوي ماكينه اللحام على بعض المواد الخطره مثل الفضه، الالومنيوم، النحاس، الرصاص. دي امثله مثلا خاصه بالاختيار من متعدد. السؤال الثاني كاتب لي هنا ثلاث اختيارات بس، احنا قلنا ليه الشروط طبعا تكون اكتر من اختيارين. بالنسبه بقى لاختيار اختبار المزوجه، لازم يكون في طول احدى تتمثل اهم الشروط طول احدى القائمتين على القائمه الاخرى. يعني مثلا في قائمه فيها خمس عناصر، في القائمه الثانيه فيها اربع عناصر. عدم تضمين بنود احدى القائمتين علامات تساعد على اختيار البنود. طبعا دي كلها مجموعة من الشروط اختبار المزوجة وانتوا كويسين فيها. دي الشكل طبعا لاختبار المزوجة. تمام، اهو عندي مجموعة ألف ومجموعة ب، هنا بيختار هنا في مجموعة قائمة أطول من القائمة التانية، يعني عدد الأسئلة أكتر من عدد الإجابات اللي ورا. تالت حاجة في شروط اختبار اللي هو الأكمل، اللي هو أكمل العبارات. لازم تكون العبارة صياغة العبارة تكون دقيقة، ما ينفعش أبدأ بصيغة نفي، ما ينفعش أبدأ السؤال الأكمل بنقط نفسها، لازم يكون هي بداية الجملة. طبعا عدد الفراغات اللي هيتم عملية فيها الإكمال ديت برضو لازم يكون واخدها في الاعتبار.
طبعا مطالبة الطالب بكتابة الكلمات الرئيسية ليس بالتفصيل، يكتب بس الايه الكلمات. مثلا مثال اهو: تؤثر الرياح المحملة بالأتربة بشكل سلبي على بعض المزروعات مثل نقط ونقط. هنا ما ينفعش اكتب مثلا نقط ونقط كذا، يعني أبدأ بنقط، لا، لازم أبدأ السؤال أكمل، لازم أبدأه بصياغة معينة. تعليمات لكتابة مفردات اللي هي الصواب والخطأ، ده بالنسبة للرابع شكل من أشكال الأسئلة بتاعتنا. لازم تكون العبارات واضحة وقصيرة وبتضمن حقيقة واحدة فقط، عشان إيه؟ ما تدخلش الطالب عندي في احتمال الخطأ والإجابة بالخطأ بالصح أو الخطأ. تجنب استخدام بعض الكلمات اللي ذات الدلالة الخاصة في الجملة المراد عليها، مثلا دائما، أبدا، كلمات بتوحي بالإجابات الخاطئة، أحيانا، عادة، غالبا، اللي هي الإجابات اللي توحي بأنها الإجابات إيه الصحيحة. لازم الواحد حضرتك وانت بتيجي تصيغ كتابة مفردات الصواب والخطأ لازم تاخد في الاعتبار بعض الإيه الشروط دي. برضو حضرتك لازم تتجنب استخدام الكلمات اللي تدل على الكميات مثل عالي، منخفض، مرتفع، فدي كلمات قد تعني أشياء مختلفة لنفس الفرد. لازم برضو يكون مضمون السؤال إما صحيحا أو إما خطأ، يعني ما يكونش في حاجة إن هي ممكن إيه تغير، يعني في شبيه بالخطأ إذا كان المقصود له الصواب والعكس. أهم بقى شروط اختبار الصواب والخطأ: طبعا تضمن كل عبارة فكرة صحيحة واضحة، ما يكونش في على أي خلاف، لازم لما نيجي نصيغ العبارة تكون بصيغة مثبتة، عدم الاكتفاء بوضع علامة صواب وخطأ، وإنما إيه وينبغي ذكر السبب أو تصحيح الخطأ. ودي شكل من الأشكال الإيه اللي هي خاصة بالأسئلة اللي هي الأسئلة الموضوعية. أما بالنسبة للاختبار المقالي، ده بيكون فرصة أكبر للتركيز على مستوى الفهم والتطبيق. دي بندي فيها مساحة للطالب بقى إن هو يبدأ يكتب وجهة نظره إيه، ويبدأ يبدع فيها الطالب. بس هي بتختلف من مقيم لمقيم تاني في عملية التصحيح. دي اللي هي بالنسبة للاختبارات اللي هي المقالية، ما يكونش ليس لها إجابات نموذجية. دي بالنسبة للاختبارات المقالية. أهم بقى شروطها إيه؟ لو جينا بصينا لأهم الشروط اللي هي وضع السؤال، تحديد المطلوب من الطالب بدقة، إعداد مواصفات اللي هي الخاصة بالإجابات الصحيحة. مثلا إيه؟ تخيل إنك تعمل في مطعم والمطلوب منك إعداد وجبة غذائية لخمس أفراد بسعر معقول، خطط لهذه الوجبة. طبعا هنا الطالب ما يجي هيبدأ يكتب الخطوات اللي هي عشان يعدها، اللي هي إعداد عملية الوجبة دي إزاي، وده هتختلف من طالب لطالب تاني. دي بيبدأ بقى يكتب الطالب بشكل موضوعي مقالي اللي هي عملية الايه الاعداد ازاي. ممكن يكتب يقدر من وجهة نظره اللي هو في الاختبار المقالي. في حاجة مهمة جدا اللي هي خاصة بالتقييم في ضوء لائحة التقييم والتحقق. احنا اتكلمنا عن دلوقتي عن التقييم، وازاي اقدر اصمم بطاقة ملاحظة بشكل سريع، ازاي اقدر اصمم اختبار تحريري، ازاي اقدر اصمم بطاقة فحص منتج. اما بالنسبة بقى للتقييم المبني على الجدارات، حاجة مهمة جدا اللي هي بقى ايه لازم نعرفها. انا دلوقتي كمقيم عرفت اصمم بطاقة ملاحظة، عرفت اصمم بطاقة فحص منتج، عرفت اصمم اختبار تحريري. انا كمقيم بقى دوري ومسؤولياتي. طبعا في دور لائحة التقييم والتحقق في مجموعة من الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالمقيم. من أهم الأدوار أو الشروط اللي لازم توفر إن هو يكون مدرب على أعمال التقييم، وده اللي فعلا اللي قطاع التعليم الفني اهتم بيه في إعداد المقيمين، وتم إعداد وتدريب المقيمين على أعمال التقييم. تعالوا مع بعض نشوف إيه هي أدوار ومسؤوليات المقيم وفق لائحة التقييم والتحقق. أول حاجة شروط، زي ما انتوا حضراتكم شايفين دلوقتي، شروط المقيم: يتم تقييم وحدات الجدارات اللي هي بتألف منها البرنامج، بيقيمها داخليا بواسطة المقيمين داخل المدرسة أو المؤسسة. طبعا
قرارات التقييم دي هنقول ما بتخضعش لعملية اللي هي دي بتخضع لعملية حسن المراقبة أو اللي هي عملية اللي هي التحقق الإيه الداخلي من خلال المحقق الداخلي، وبالتالي في زيارات للمحقق الخارجي بيتم عمل ليها إيه برضو متابعة ومراقبة. يجب أن يكون المقيمون متخصصون في مجال التعليم، حاجة مهمة. يعني أنا راجل أنا مقيم أو بدرس تبريد، لازم أنا هقيم التبريد بتاعي، ما ينفعش واحد من نوعية السيارات يروح يقيم التبريد، ده طبعا صعب جدا. وفي حاجة مهمة تاني، لازم أساتذتنا في اللي شغالين في منظومة الجدارات لازم يعرف حاجة مهمة، إن المقيم ما ينفعش يتحقق داخلي من شغله. يعني أنا مثلا أنا مقيم، ممكن أنا أتحقق داخليا من شغل زميلي، وزميلي يتحقق من شغلي. أما بالنسبة للمحقق الخارجي، ده بيكون من خارج المحافظة خالص، وهنتكلم عنه إن هيكون في ليها دور هيئة خاصة بالجودة، هي اللي هتقوم بأعمال التحقق الخارجي. يجب طبعا أن يكون جميع المقيمين قد أكملوا تدريب المقيم المناسب، وأن يكونوا مرشحين من قبل الإدارات النوعية بقطاع التعليم الفني. طبعا بيتم اختيارهم وفق شروط ومؤهلات معينة. طيب بيكون بإيه بقى الأدوار بتاعته؟ أول حاجة التأكد من التقييم مناسب لمتطلبات معايير الوحدة التي يتم تقييمها. اطلاع الطالب على متطلبات، ودي ضرورية جدا، لازم هو بيطلع الولد على الطالب عنده على متطلبات معايير الوحدة. دعم وتوجيه الطالب في جميع الأدلة من خلال التغذية الرجعة، مساعدة الطلاب في التخطيط لإجراء عملية التقييم. وطبعا ده هنتكلم عن دور برضو المقيم في البداية خالص مع المحقق الداخلي في أعمال التحقق الداخلي، إزاي في البداية خالص تصميم أدوات التقييم، ودي احنا نتكلم على إزاي يقدر يصمم بطاقة ملاحظة، بطاقة فحص منتج، بطاقة أداء، دليل تساؤل. هنا إجراء برضو دوره إن هو يقوم بيه، إن هو يجري التقييم وإعطاء الملاحظات والتغذية الراجعة. ودور مهم كمان إن هو يحتفظ بسجلات اللي خاصة بأعمال التقييم والتحقق. وطبعا مش هنقول المعلم هيفضل ماشي بيها رايح جاي، لا، هيكون في لجنة خاصة لإدارة التقييم والتحقق اللي موجودة في المدرسة، وليها دورها، هي اللي بتحتفظ بالسجلات. وهو طبعا أحيانا المدرس بيكون معاه نسخة من السجل ده اللي هي خاصة بقرارات التقييم. دي أدوار المقيم. في المادة الخامسة الخاصة بأعمال التقييم الخاصة بلائحة التقييم والتحقق، اللي هي تقدم الايه الطالب. وتقدم الطالب دي بيحتوي او يحتوي الاطار العام برنامج على مجموعه من وحدات الجدارات، وبتكون طبعا موزعه لكل فصل دراسي، الفصل الدراسي الاول وعدد ساعاتها في العام. طبعا في حاجه عشان يبدا الولد الطالب يخش للتقييم، لا يجوز للطالب دراسه واحده من وحدات الا بعد تحقيق المتطلبات السابقه لها. يعني ما ينفعش يبدا يتنقل لوحده ثانيه الا بعد يخلص الوحدات. طبعا عشان الشروط المهمة اللي هي تقدم الطالب من سنة دراسية إلى سنة دراسية تانية، لها مجموعة من الشروط اللي هي إن هو يكون الطالب نجح في تحقيق مخرجات التعلم الخاصة بوحدات الجدارات، وديت إن شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل، اللي هي الشروط الخاصة اللي بتعتمد فيها انتقال الطالب من سنة دراسية إلى سنة دراسية تانية، هنتكلم عنها في دور لائحة التقييم والتحقق في الحلقات الجاية بإذن الله. أنا في النهاية أنا بشكركم وسعيد إن أنا موجود معاكم النهاردة، وأتمنى إن قدرت أوصل ليكم بعض المعلومات والمفاهيم الخاصة بمنظومة التقييم في منهجية الجدارات المهنية. وإن شاء الله في المرات الجاية بإذن الله هتكلم عن التقييم في دور لائحة التقييم المعتمد السيد الوزير. أنا في النهاية بشكركم وسعيد خالص شكري وتقديري الدكتور السيد حامد، مدير وحدة الجودة، منسق منظومة التقييم والتحقق بقطاع التعليم الفني بالوزارة،
واي استفسار انا تحت امر حضراتكم في اي وقت، وان شاء الله يكون افضل باذن الله لابنائنا الطلاب في ظل اساتذه ومخلصين وقيادات موجوده معانا ان شاء الله مخلصه بتعمل على تطوير منظومه التعليم الفني. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.